تجربة مصطفى المحول من دائرة سعيدة إلى دائرة مستغرب من الحركة الأخيرة التي قرها السيد رئيس الجمهورية في سلك رؤساء الدوائر. أولا نشكر السيد رئيس الجمهورية على تجديد الثقة فينا، كما أشكر السيد الوالي ولاية مستغرب اللي كانت فرصة والعمل معه. إن شاء الله سوف نواصل ما حققه زملائنا من التنمية إن شاء الله، وسوف نعمل قصارى جهدنا للتكفل بانشغالات ساكنة هذه الولاية، وإن شاء الله ندعو الجميع إلى تقديم المساعدة للنهوض بالتنمية في هذه الولاية، وسوف تجدون منا كل السند والدعم لإصغاء لانشغالاتكم والتكفل بها. السيد ابن عبد الكريم نبيلة رئيس دائرة عشعشة، حظينا في الحركة الأخيرة بثقة السيد رئيس الجمهورية بعدما كنت رئيس دائرة في دائرة الغيشة ولاية الغواط، الآن حولت إلى دائرة عشعشة ولاية مستغانم. أشكر السيد رئيس الجمهورية على الثقة التي وضعها في شخصنا وفي كل زملائي الذين حولوا إلى هذه الولاية لتقديم الإضافة. أشكر السيد الدكتور أحمد بودوح ولي ولاية مستغانم الذي قام بهذه الاحتفالية الكبيرة على شرفنا من أجل التنصيب. أشكر كل السادة الذين قدموا الإضافة كذلك ووضعت فيهم وثيقة السيد رئيس الجمهورية وحولوا إلى دوائر أخرى في ولايات أخرى. أتمنى للجميع التوفيق. شكرا لكم السادة الأسرة الإعلامية جميعا. ولاية تيبازا دائرة بوسماعيل، نتمنى نكون عند حسن ظن رئيس الجمهورية، ونتمنى نكون عند حسن ظن ساكنة تيبازا بصفة عامة وبوسماعيل بصفة خاصة. أشكر السيد رئيس الجمهورية اللي جدد فينا الثقة واللي اعتبرنا ومازال راه يعتبرنا من بين جنود الجزائر اللي يرسم بها خريطة التنمية، خريطة التوفيق والنجاح لكل الجزائريين. وجدد شكري لكل من دعمنا من 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 أعلى مسؤول إلى 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 كل مواطني الجزائر. نشكر كل الطاقم الإداري، المدراء التنفيذيون، رؤساء الدوائر اللي اشتغلنا معهم. نشكر المواطنين، نشكر المجتمع المدني، لأن لولاهم ما وصلنا إلى هذه المرحلة اللي وصلنا لها اليوم.